أنا عايز أتكلم عن الكتاب اللي هو في البداية أبداً ألقى بالحرس كله في الصفحة الأولى وقدر يلبيه وقدر فعلاً يخلي فرص النهاية مفتوحة على البداية، ودي تقنية هايلة جداً. يعني الوزن قدر قال كل الحاجة في الصفحة الأولى والراجل تعمل كذا كذا، يبني هذا الحرس ويفتح ولا تنتهي الرواية، بل النهاية مفتوحة على لحظة البداية. ده شيء مهم جدا يعني، ولذلك تستطيع أن تقرأ هذه الرواية قابلة للقراءات كثيرة جدا يعني. وده ملمح برضه من ملامح الذكاء أو الماكر اللي قبل ما اتكلمت عنه. يعني اتكلمت عن الخوف، الخوف بشكل أساسي. وانا قلت اساسا يعني ترويج الحب، ما فيش سطور الحب، سطور مكسوره اساسا، ما فيش ازمنه كثيره جدا يعني. الزمن الواقعي هو اعلى من زمن الفانتازي، اعلى من زمن حتى صاحب العالم. زمن الواقعي يعني عالم السجن اللي ذكر في الروايه حشيش بس هو عالم السجن، هو الراجل في السجن ده هو رب العالم، مش اللي بره. الراجل اللي قادر دخل الميزان يعمل حاجات، يعمل مكان، يعمل كده، ويدير عالم تاني وهو مقيد داخل الميزان. يعني مش هذا الرجل المظلوم يعني صاحب مجمع شركات الحب. دي مهاره اللي انت تعرف انه قوس النهايه مفتوحه على قوس البدايه، والاثنين بيكملوا بعض. بس دي ملاحظه بس يا حبيبتي، كل المعلومات اللي في معظمها اصلا كثيره في الاثنين.